وصلنا لفقرة الحالات الإنسانية والحالة النهاردة للشاب محمد عبد المنعم. هو في الثلاثينات من عمره، أصيب وهو في ثانوي بالتهاب متناثر في الأعصاب، وما زال غير قادر على الحركة أو العمل. تعالوا نشوف حالة محمد. تعبان بقالي 19 سنة، عندي مرض MS، تصلب متعدد بالمخ والأعصاب أو تصلب متناثر. اللي ابتديت العلاج بالكورتيزون، كنت باخد كميات مكثفة، كميات كبيرة من الكورتيزون، بس بدأت العضلات تضعف عندي، وابتديت بعد ما خدت جرعة كبيرة من الكورتيزون والعلاج الطبيعي ابتديت اعمل اخدت علاج كيماوي، وابتديت خدت بعد كده علاج بالانترفيرون، والدرجة ان انا خدت الحقن اوصلت بألف وحاجة، الف ونص، الفين، الا حاجة اسمها افونكس. اعراض المرض بتيجي يعني رئيس دواج في الرؤية، دي حاجة معروفة بالنسبة للأطباء أو بالنسبة للمرضى البيشنت، معروفين بتيجي عز وقف الرؤية، بتيجي تقول في النص الشمال أو اليمين أو سواء بنص التحتاني أو الفوقاني، واعتبر حضرتك بعد كده بتيجي تقول في الحركة، بعد كده بيتقاعد المريض عن مشي نهائي، طبعا بيلجأ للكرسي أو في ناس ما بتمشيش نهائي خالص في الـ في الـ في الموضوع الام اس ده، لدرجه ان انا قعدت نهائي ما كنتش بتحرك نهائي. بس هو في علاج جديد اللي هو الطي صبر ده، وانا بحثت عنه ولقيت بالفعل ان هو ملوش اي اعراض جانبيه او هي 1%، بس هو غير المشكله ان هو غالي، تكلفته الحقنه حوالي 220,000 و200 جنيه تقريبا الحقنة الواحدة، وأنا مطلوب لي حوالي 12 حقنة لمدة سنة، حقنة واحدة في الشهر، أنا ما بشتغلش نهائي، فكل ده بيصعب علي إن أنا أجيب الحقن دي. نفسي إن أنا بإذن الله أقف على رجلي، بإذن الله أقف على رجلي، ونفسي الدولة تهتم بالمرض ده زي ما بتهتم بأي مرض تاني. زي ما شفنا محمد بيعيش مأساة، وأمله الوحيد في العلاج هو في حقن، الحقنة الواحدة ب 20,500 جنيه، وعلاجه ب 12 حقنة في السنة بمعدل حقنة شهريا، التكلفة الكلية تقريبا 246,000 جنيه. يا ريت نقدر نساعده. وصلنا لفقرة بريد المشاهدين، وأول رسالة جات لي من مدرسي ومدرسات مديرية تعليم دمياط من الحاصلين على الدرجة المالية الثانية في أول يوليو 2006، بيقولوا إن هم لم يتم ترقيتهم إلى الكادر الجديد برغم صدور قرار من السيد وزير التعليم السابق لإدراج أسمائهم في نهاية العام الماضي، وبيطالبوا برفع الظلم وترقيتهم. وأنا بضم صوتي ليهم وتوجه للسيد وزير التربية والتعليم وأقول له لو إنهم أصحاب حق يا ريت السيد الوزير يترقوا وياخدوا حقه. رسالة تانية جات لي من سكان شارع 9 في المعادي وحدائق المعادي في القاهرة، بيقولوا ان الشارع طول الوقت مغلق بالاشغالات والمعتدين على الطريق سواء بجوار او حول محطات المترو، مما يجعل المرور في الشارع صعب للركاب والناس الماشية في الشارع. يا ريت المحافظة والحي يتدخلوا لانهاء حالة الفوضى والاعتداءات اللي موجودة هناك في الشارع. واخيرا، اللجنة القانونية لاسترداد أموال مصر بتطالب البرلمان بإصدار تشريع لاسترداد الأموال المنهوبة. نفسنا كمان في تشريع يرجع الحرامية الكبار
اللي هربوا بالمليارات. تصبح على خير.